فالتضارب في التصريحات حول مستقبل العلاقة بين السودان وإسرائيل وصل إلى ذروته في الساعات الماضية، تحديداً حين صرح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي بأنه لا ينفي وجود اتصالات حالية بين السودان وإسرائيل، وتحدث بإيجابية عن التطبيع بين البلدين. وسريعاً رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذه التصريحات الرسمية، معتبراً أن إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام بين الجانبين. لكن الخارجية السودانية ما لبثت أن أصدرت بياناً أكدت فيه أن ملف العلاقات مع إسرائيل لم يناقش في وزارة الخارجية بأي شكل من الأشكال، ولم يتم تكليف الناطق باسم الوزارة للإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن. ثم صدر قرار بإعفاء السفير حيدر بدوي الناطق باسم الخارجية السودانية من منصبه. وبعيداً عن هذا التضارب، هناك حقائق مؤكدة مفادها أن الاتصال بين السودان وإسرائيل حدث بالفعل، وحدث على أعلى مستوى في فبراير الماضي، حين التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحديداً في مدينة أنتيبي بأوغندا. حينها قال البرهان إن اللقاء هدفه هو شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقع أن يعود الأمر بفوائد كبيرة على بلاده. وفي نتيجة مباشرة وسريعة لهذا اللقاء، خرج نتنياهو في الشهر نفسه معلناً أن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت في الفعل في الطيران في الأجواء السودانية. وفي المجمل، سيشكل أي اتفاق سوداني إسرائيلي تحولاً كبيراً. ففي السنوات الماضية كانت إسرائيل تعتبر النظام السوداني نظاماً داعماً لما تصفها بالمنظمة الإرهابية، كما يعتقد أن إسرائيل استهدفت السودان بغارات جوية مرتين على الأقل عامي 2009 و2012.